شكرا جزيلا ومساء الخير، وشكرا لأركنك على هذه المبادرة في أسبوع العمارة العربي الثاني، وكل الشكر على دعوتكم واستضافتكم القيمة. في الحقيقة بالطبع يعني كما هو مشار للعنوان موضوع مدينة حلب وهويتها العمرانية، سأتناول في هذه المحاضرة ضمن المدة المحددة 5 محاور. سأقدم بداية لمحة تاريخية عن مدينة حلب ونسيجها العمراني، ومن ثم سأنتقل للنسيج العمراني بعد الحرب. فكما هو معروف أن مدينة حلب قد مرت بأزمة خلال فترة ما بين 2012 إلى 2016، وهناك بعض المشاريع التي تمت بمشاريع توثيقية، وكان لي الشرف بإدارة أحد تلك المشاريع، سأشير لهذا المشروع، ومن ثم سأتناول بعض المشاريع الترميمية وصولا إلى النتائج والتوصيات الرئيسية. الحقيقة مدينة حلب يعني تعد من أهم المدن التقليدية في عالمنا العربي والإسلامي، وطبعا جاءت أهمية هذه المدينة من موقعها الاستراتيجي، وتعود هي كانت مهد لكثير من الحضارات، وأيضا موقعها على طريق التجارة العالمية أيضا ساهم في أهمية هذه المدينة. وورد طبعا ذكر مدينة حلب في كثير من المراجع والكتابات القديمة التي تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، على سبيل المثال تل الحريري وماري، ورد ذكر مدينة حلب. بالطبع كما ذكرت أهمية مدينة حلب، موقعها التجاري كانت محطة مهمة على طريق خط التجارة الحرير، وكمركز أو نقطة انطلاق وتقاطع لكثير من التجار. لذلك نلاحظ بمدينة حلب الأهمية التجارية، ونلاحظ انتشار الأسواق. إذا أردنا أن نتعرف على النسيج العمراني لمدينة حلب، فكما هو الحال عليه في كثير من المدن التقليدية، مرت بكثير من الحضارات وتطور هذا النسيج بدءا من العصر القديم. نلاحظ هنا كيف كان شكل المدينة، وتم استخدام النظام الشطرنجي، وثم توسعت خلال العصر البيزنطي، وهنا نلاحظ مركز المدينة، وبالطبع من أهم المعالم التاريخية قلعتها الشهيرة قلعة حلب، التي هي عبارة عن مبنى على دفاعي كما هو الحال عليه في جميع القلاع، لكن شيد على تل طبيعي يصل ارتفاعه إلى 40 متر تقريبا. ونلاحظ هنا أيضا بعض الآثار، وهذه الصور لمعبد قديم، هو معبد حدد في قلعة حلب. إذا انتقلنا إلى المدينة في المراحل اللاحقة التي شهدها النسيج العمراني، فنجد إلى الجنوب الشرقي هذه مركز المدينة، المركز التجاري، وبالمناسبة تطور هذا المركز حتى في مرحلة ما بعد الإسلام لغاية يومنا هذا. فكان هنا مركز المدينة، وبالطبع نلاحظ كيف تطور السور، وفي المراحل الإسلامية أصبحت القلعة تقريبا تقع في قلب المدينة، وهنا موقع الأسواق التجارية. هنا نلاحظ الأجورا كما كانت سابقا، وهذا الشارع المستقيم الذي يربط بين باب أنطاكية وصولا إلى أجورا، ويمتد هذا المحور إلى قلعة حلب. وهذا الباب بالطبع كان لمدينة حلب الكثير من الأبواب، كان عددها 12 باب تقريبا، تهدم البعض منها والبعض منها بحالة جيدة، سأستعرضهم بسرعة. وهذا باب أنطاكيا، سمي هذا الباب أنطاكيا لأنه مطل على مدينة أنطاكيا في تركيا حاليا. هنا نلاحظ كيف توسعت المدينة في العصر الأموي وصولا إلى العصر المملوكي، وبدأت تظهر أحياء خارج أسوار المدينة. هنا استعراض سريع لتطور المدينة بدءا من العصر القديم، فالبيزنطي، فالأموي، فالمملوكي، وصولا إلى العصر العثماني. بالطبع الفترة العثمانية تعد من المراحل الأطول التي شهدتها مدينة حلب، نتحدث عن فترة امتدت حوالي 400 سنة، وظهرت أحياء كثيرة خارج السور. هذا السور الداخلي للمدينة، المنطقة القديمة، وهذه الأحياء التي انتشرت في مدينة حلب خلال العصر العثماني. أيضا بالطبع عندما نتحدث عن النسيج العمراني،
كان هناك دور مهم وأساسي للأوقاف، ساهم هذا الدور في توسع المدينة، توسع نسيج العمراني للمدينة. هنا نلاحظ ثراء النسيج العمراني، ونلاحظ الأبنية، طبعا الجامع الكبير أو الجامع الأموي الذي يعود إلى العصر الأموي من المعالم المهمة جدا، وإضافة إلى الأسواق، تقاطع الأسواق وبعض المباني التجارية والمباني الدينية والخدمية. إذا كان الطابع كما ذكرت الوقف كان له دور مهم في توسع مدينة حلب وثراء نسيجها العمراني، وخاصة في الفترة العثمانية كان هناك الكثير من الولاة العثمانيين بدءا من القرن السادس عشر، وخاصة في القرن السادس عشر كان هناك تشييد أربع أوقاف مهمة جدا، وقف خسرو باشا ومحمد باشا دوقاكين زاده ووقف بهرام باشا. عندما نتكلم عن الوقف المناسبه يقوم الوالي بامر تشييد مبنى ديني غالبا مثل الخسرويه كما نلاحظ هنا، وهذه العابريه، وهذه هذا المعلمين طبعا شيدهم المعماري سنان بالاضافه للمباني الاخرى. اذا اردنا ان نطلع كيف كانت الاستعمالات الوظيفيه لمباني مدينه حلب، فكما ذكرت نلاحظ القلعة، وهنا اللون الأحمر هو المنطقة التجارية، وهذه الأحياء السكنية، وبالطبع المباني الدينية من أهم المباني التي تنوعت نسيج العمراني في مدينة حلب، فبدءا من المرحلة الأموية نجد الجامع الأموي، وبالطبع كما هو معروف كل عهد حمل طراز خاص به، نجد من شكل المئذنة وتوضع المئذنة، مكان توضع المئذنة مثلا كانت المئذنة شكل برجي، وطبعا هذه المئذنة الأموية تعود إلى الفترة السلجوقية، وهذه المئذنة المملوكية، وإضافة إلى النموذج العثماني المعروف كما تعرفون في الفترة العثمانية أيضا، وخاصة شيدت على شكل البنسل تايب أو الشكل المخروطي. فهذا التنوع يعني أكسب مدينة حلب ثراء، وبالفعل دائما نقول مدينة حلب أشبه بمتحف مفتوح. وهنا نلاحظ على هذه الخارطة تنوع المراحل التي شهدتها المدينة، ولكن يمكننا القول بأن الفترة العثمانية، هناك الفترة العثمانية المبكرة والمتأخرة، وخاصة الفترة العثمانية المبكرة، نحن نتحدث عن القرن السادس عشر، كان تم تشييد الكثير من تلك المباني في تلك المرحلة، فخاصة المباني التجارية كما ذكرت. المباني التجارية نقصد بها طبعا الخانات والبيمارستانات والقيصيريات عفوا والأسواق. في مدينة حلب الكثير من الأسواق، يبلغ تقريبا 38 سوق مسقوف في مدينة حلب، وكل سوق يحمل اسم المنتج، على سبيل المثال سوق العطارين، سوق الصاغة، أو سوق هناك سوق اسطنبول مثلا، وأسواق أخرى سوق السقطية وغيرها. فهذا التنوع وهذه الأسواق الجميلة في مدينة حلب تعد من أجمل الأسواق في العالم العربي والإسلامي. إذا أردنا أن نعطي لمحة سريعة أيضا عن عمارة البيوت التقليدية في مدينة حلب، فنلاحظ طبعا هذه بعض الصور التي التقطتها، معظم الصور في الحقيقة أود أن أشير أنها كانت بعدستي، وبعض المخططات تم إعداد مجموعة من الطلبة المتعاونين لتوضيح شكل النسيج العمراني والعضوي لأسواق لأزقة مدينة حلب وتعرجها والسيباط، ونجد أن البيت العربي التقليدي في مدينة حلب يحتوي على فناء داخلي ويتألف من دورين، ونجد الإيوان كما تلاحظون هنا، هذه سمة عامة للبيت العربي التقليدي بمدينة حلب، ويتألف المبنى من دورين، وهناك انطوائية نحو داخل البيت، ويتم الصعود إلى الدور العلوي أو الحراملك من خلال درج من صحن المنزل. أيضا إذا أردنا أن نتحدث عن مدينة حلب من ناحية أهميتها كموقع للتراث العالمي، تم تسجيل المدينة في عام 1986، وهذه الصورة أيضا تقطتها من مئذنة الجامع الأموي قبل أن يتدمر، ونلاحظ من خلال هذه الصورة الفناء الداخلي للجامع الأموي، الجامع الكبير، وهذه الأسواق، وهنا القلعة والنسيج العمراني لتلك المدينة. الآن أنتقل إلى المحور الثاني في محاضرة اليوم، النسيج العمراني لمدينة بعد الحرب.
فكما ذكرت في البداية، للأسف شهد النسيج العمراني أضرار كثيرة، وتراوحت بالطبع نسبة الأضرار من معلم إلى آخر، وهذه الفترة امتدت بين 2012 إلى 2016. بالطبع ما بعد الأزمة التي شهدتها مدينة حلب، نتحدث الآن عن مرحلة عام 2000 بعد 2017، بدأت الحكومة والجهات المسؤولة، محافظة مدينة حلب والبلدية، بتوثيق حجم الدمار وتدعيم بعض المباني، لأن الوضع كان بحاجة، بعض المباني كانت بحاجة إلى تدعيم وتقديم حلول إسعافية. فبدأت أيضا مرحلة تأهيل البنى التحتية للمدينة وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، لأنها تضررت للأسف. ونلاحظ هنا أيضا بعض الصور، هذه بعض الصور التقطت في عام 2017 2018 خلال زياراتي لمدينة حلب. كان التوجه 18 2018 أيضا التوجه بعملية فتح الشوارع وترحيل الأنقاض. ومن أهم المشاريع، أو أحد المشاريع، لا أريد أن أقول أهم المشاريع، المشاريع التوثيقية، كان لي شرف في إدارة هذا المشروع، هو عبارة عن مشروع سميته حلب بين الأمس واليوم نحو المستقبل. قمت خلال هذا المشروع بدءا من عام 2014 مع مجموعة من الطلبة في الجامعة التي أعمل فيها بمدينة اسطنبول، جامعة يلدز تكنيكال يونيفرستي، ومع مهندسين أيضا من مدينة حلب. قمنا بتوثيق 50 حالة، 50 مبنى في مدينة حلب. طبعا إذا أردت أن أشير إلى أنواع المباني، كما هو معروف هناك تنوع في الوظائف، فقمنا باختيار 7 حالات لمباني دفاعية، و12 مبنى سكني، و10 مباني تجارية، و8 مباني إدارية، إضافة إلى المباني الدينية أيضا. فكان الهدف طبعا، نحن عندما بدأنا في هذا المشروع وعلى مدار 6 سنوات تقريبا، من خلال طبعا توثيق حجم الدمار، هذا التوثيق طبعا قمنا بإعداد قاعدة بيانات بالاعتماد على الصور وعلى مساعدة الأصدقاء في مدينة حلب، أو من خلال زياراتي الدائمة لتوثيق حجم الدمار. وتم إعداد طبعا رسومات، مخططات هندسية، بالاستفادة من المخططات الأساسية التي استفدنا منها، سواء من جامعة حلب أو من مديرية الآثار والمتاحف أو مديرية الأوقاف، وقمنا بالإضافات التي توضح حجم الدمار لتلك المباني. فلكل مبنى صار لدينا قاعدة بيانات توضح كل حالة، منظور والمساقط والواجهات قبل الدمار وبعد الدمار، واعتمدت على أرشيفي الشخصي طبعا. وأيضا هنا قلعة حلب، وثقنا حجم الدمار للقلعة، وبالمباني السكنية أيضا، على سبيل المثال هذا البيت الذي شيد في العصر العثماني، بيت أجقباش، وكان متحف للتقاليد الشعبية. فهذا البيت أيضا أعددنا مخططاته ما قبل الحرب، كان موجود الصور، قمت التقاطه قبل الحرب، وفي مرحلة بعد الحرب أيضا أعددنا المخططات الجديدة التي توثق حجم الدمار لهذا المبنى. وضمن زياراتي اللاحقة وثقنا، وهنا نلاحظ الفرق للأسف كيف كانت هذه القاعة، قاعة الاستقبال. طبعا في كل بيت تقليدي بمدينة حلب هناك قاعة خاصة، من أهم الفراغات في البيت العربي التقليدي، قاعة الاستقبال أو قاعة الضيوف، نجد الحال الذي وصل إليه البيت. أيضا من خلال زيارتي الأخيرة هذا العام أيضا لمدينة حلب، قمت بتوثيق أعمال الترميم. فبعض المباني بالمناسبة بدأت تشهد مشروعات أعمال ترميمية، وسأشير إليها لاحقا. هذا البيت كيف كان؟ هذه الصورة التقطتها في عام 2010، وهذه الصورة التقطتها في عام 2021، بدأت أعمال الترميم لهذا المعلم. هذه الصور أيضا حديثة للفناء ولقاعة الضيوف، صورة حديثة والأعمال مستمرة. بالمناسبة هناك في مدينة حلب بعض البيوت التقليدية طبعا تم إعادة توظيفها، ليس فقط ثقافيا كما وجدنا في بيت أدقباش، هناك وخاصة في حي الجديدة هناك بيوت تم إعادة توظيفها سياحيا، فظهر مفهوم البيوت الفنادق والمطاعم بمدينة حلب. ومن ضمن هذه البيوت دار زمرية، من البيوت الجميلة. أيضا وثقت المبنى في عام 2019،
وحديثا في هذا العام أيضا في صيف هذا العام بدأت أعمال الترميم لإعادة ترميم هذا المبنى وافتتاحه لاحقا بعد استكمال أعمال الترميم على شكل فندق. أيضا بيت وكيل أيضا من المباني التي تقع في حي الجديدة، البيوت التقليدية المهمة، عبارة عن بيتين، وتضرر البيت بشكل كبير، لكن للأسف هذه الصور التقطتها قبل وهذه بعد، ظل البيت، لم تبدأ أعمال الترميم بعد في لهذا البيت. بيت غزالة من البيوت المهمة جدا في منطقة الجديدة، هذه الصور التي التقطتها سابقا، وهذه صور حديثة التقطتها هذا العام هذا الصيف. وأيضا بدأت أعمال الترميم لهذا البيت، نلاحظ البدايات أنهم بدأوا حديثا لترميم البيت. بالطبع الأسواق تضررت أيضا، أسواق مدينة حلب، لكن تباينت يعني تباين حجم الدمار من سوق إلى آخر، فبعض الأسواق دمرت بالكامل، بعض الأسواق دمر بشكل جزئي 30 إلى 40% على سبيل المثال، سوق السقطية سأشير إليه لاحقا. فلذلك أيضا هنا نلاحظ كيف كانت أسواق مدينة حلب في السابق. هذه الصور التقطتها خلال مرحلة ممكن 2007 8 9، وهذه صور في عام 2017 2018. من المباني المهمة أيضا التي قمنا بتوثيقها في الفترة الحميدية أيضا أو الفترة العثمانية المتأخرة، على سبيل المثال المشفى الحميدي أو مشفى الغرباء الذي تم إعادة توظيفه لاحقا سياحيا على شكل فندق، أيضا الفندق دمر بالكامل، نلاحظ هذه الصور التي تقطع، وهناك مشروع إعادة إحياء هذا المشروع. هذه المخططات التي قمنا من جديد بإعدادها مع الفريق المتعاون كما ذكرت لكم من جامعة يلدز ومن مدينة حلب. هذا المبنى أول مبنى بلدي لمدينة حلب، شيد في عام 1866، هذه الصور القديمة وهذه الصور الحديثة والمخططات. البنك الزراعي أيضا من المباني الجميلة، تم إعادة توظيفه سياحيا سابقا قبل الأزمة على شكل مطعم، ونلاحظ كيف كان، وتم هنا وثقنا حجم الدمار بالاعتماد على الصور والمخططات، وتم ترميم هذا المكان وأصبح جاهز حاليا واستعاد وظيفته. الجامع الأموي عندما نتحدث عن المباني الدينية أيضا اخترنا مجموعة من المباني الدينية، بالطبع الجامع الأموي من أهم المباني لأنه الجامع الكبير لمدينة حلب، وتضرر بشكل كبير وخاصة المئذنة دمرت بالكامل والأقسام الداخلية. هنا هذه الصور توضح، الحقيقة اعتمدت في هذا العرض على الصور لأنها تختصر الكثير من التفاصيل، يعني تعبر أحيانا أكثر أو تكون أشد بلاغة الصور. هذه الصور قبل، وفي بعض الحالات حاولت قدر الإمكان أن ألتقط نفس الزوايا أو ألجأ للأرشيف في بعض الحالات، لكن بشكل عام معظم الصور كانت بعدستي. هنا بعض الصور الجوية، أيضا لجأنا لتوثيق الجامع الأموي أيضا بدأت أعمال الترميم فيه، نلاحظ هنا صور جوية توثق حجم الدمار، وقمنا بإعادة رسم وتوثيق حجم الدمار والأجزاء المتهدمة. التكية الخسروية من أهم المعالم العثمانية كما ذكرت في البداية، قام المعماري سنان بتشييد هذا المعلم، وكان أول معلم معماري سنان في الشرق الأوسط وفي سوريا وفي مدينة حلب، فهذا المبنى دمر بالكامل، لم يبقى سوى هذا الجزء للأسف، ولهذا المبنى يحتاج ليس إلى عملية ترميم، إلى إعادة بناء بالكامل. ولكن كيف سيتم ذلك؟ طبعا أسئلة، هناك الكثير من الأسئلة تبحث عن أجوبة أو حلول. جامع العادلية أيضا للمعماري سنان، لكن بالطبع تضرر بشكل أقل، على الأقل يمكن أن نلاحظ أن هناك أجزاء لا زالت صامدة، ولكن القبة كما تجدون دمرت، هذه الصورة قبل وبعد، نلاحظ القبة دمرت بالكامل، لكن الميزنة دمرت أطرافها وجرى ترميمها مؤخرا، الميزنة فقط، ولكن القبة طبعا هناك أعمال ترميم يعني المتواضعة ممكن أن نقول، قام بعض أصحاب الخير أو الأفراد في بعض المشروعات الترميمية الصغيرة.
المدرسة العثمانية تعتبر من المدارس المهمة والجميلة في مدينة حلب، تتألف من 40 غرفة، أيضا تضررت بشكل جزئي، وجامع المهمندار من أجمل الجوامع للفترة المملوكية، وهذه المئذنة النادرة في مدينة حلب. أيضا هذا الجامع دمر بالكامل، وقمنا بتوثيق المخططات الهندسية برسمها من جديد كيف كانت وكيف صارت. والآن أيضا من جديد هناك بداية لمشروع ترميم هذا المعلم. طبعا هذا المشروع أيضا كان لي الشرف أن يكون ضمن قائمة جائزة إكروم الشارقة، ضمن القائمة القصيرة، وكما أشرت لكم. ومؤخرا أيضا صدر هذا المشروع على شكل كتاب، بداية كان باللغة التركية، ومؤخرا صدر باللغة العربية فاللغة الإنجليزية. إذا أردنا الآن أن ننتقل للمرحلة الثالثة أو المحور الثالث في محاضرة اليوم، وهي عن المشروعات الترميمية، أهم المشروعات الترميمية التي جرت في مدينة حلب. بالطبع كما ذكرت هناك يعني معاناة في موضوع الترميم بسبب هجرة أصحاب الخبرة واليد العاملة، وهناك إشكالية في موضوع ضعف التمويل، وهذه مشكلة يعني للأسف موجودة في مدينة حلب. ولكن بالنسبة للجامع الأموي في الحقيقة كما ذكرت يعتبر من أهم المعالم التاريخية، وله أهمية دينية وأهمية رمزية. الجامع الأموي بالنسبة لمدينة حلب تم تشكيل لجنة، وتم البدء بتوثيق كل الأحجار المتهاوية وبسبب الدمار، وتوثيق الواجهات إلى غير ذلك. وتم تمويل طبعا هذا الجامع من جمهورية الشيشان، فلذلك تم تشكيل فريق بدأ بأعمال الترميم، ولا تزال بالمناسبة أعمال الترميم. هذه الصور التقطتها قبل عامين، هذه الصورتين في الأسفل، وهنا قمنا بتوثيق الدمار للواجهات والمئذنة وعلى المسقط الأفقي. هنا نلاحظ الرواق، وتجدون كيف تم ترقيم الأحجار لفك وإعادة تركيبها من جديد. المئذنة الآن صور حديثة الحقيقة، بدأوا بي كما ذكرت بأعمال الترميم من الداخل ومن الخارج أيضا، خير مؤشر المئذنة، فبدأوا بتشييد المئذنة من جديد، ونلاحظ هنا القسم الأول من المئذنة صار جاهز. إذا أردنا أن ننتقل إلى مشروع آخر تم ترميمه واستكمل، هو مشروع ترميم سوق السقطية. الحقيقة كما ذكرت بأن موضوع الأضرار كانت متباينة من سوق إلى آخر. هذا السوق كانت نسبة الأضرار فيه تقريبا 38 إلى 40%، وهذه الصور التقطتها في عام 2019. فالحقيقة يعتبر بس نموذج سوري رائد، فلقد شارك فيه. طبعا أيضا كان هناك تشاركية بين مؤسسة الأغا خان للخدمات الثقافية ومجلس مدينة حلب والمديرية العامة للآثار والمتاحف، وتم البدء أيضا، تم الاعتماد على الخبرات الوطنية في هذا المشروع في هذا السوق. هنا الصور في مرحلة إعادة ترميم والبنية التحتية والإنارة، وجرى عمل واسع لهذا السوق. وأيضا هذا السوق حصل على جائزة إكروم الشارقة للممارسات الجيدة في لعام 2019 في المنطقة العربية. ولكن الحقيقة استوقفني هذه الصور أيضا حديثة، لا تزال هذه الأسواق وخاصة هذا السوق يعني يفتقر إلى الحركة التجارية السابقة، لا تزال بعض المحلات مغلقة، وتجدون هنا هذه الصور الحديثة التي التقطتها. فيظهر هنا بالطبع يعني أيضا اعتمدت الأغا خان على تدريب بعض الشباب في لإعادة الترميم، ولذلك كان هناك ورش عمل قام بتنفيذها صندوق الأغا خان للثقافة. ولكن كما ذكرت لكم موضوع الإقبال وجدته منخفض للأسف. طبعا نحن هناك حنين للماضي، وأتذكر هذا السوق والحركة التجارية كيف كانت وأصوات الباعة والازدحام. فنلاحظ هنا لا تزال هناك قلة زبائن في السوق،
وطبعا عندما نرمم معلم يعني دائما يعني نحتاج إلى أن تعود الحياة أو الروح إليه من جديد. فيبقى السؤال، هل عادت الحياة لتلك المعالم أم بعد؟ فبالطبع لا يمكن أن تعود الحياة من دون أن يعود أصحاب المحلات ويعود جميع السكان في تلك المناطق، الأسواق أو الأحياء أو غير ذلك. هناك مشروعات بدأت الحقيقة واستكملت، أيضا مشروع سوق خام الحرير وسوق الفستق، هو قريب هذا المشروع أيضا بنفس المنطقة. نلاحظ مشروع أعمال الترميم وجرى الدقة في الترميم، وهذه أيضا صورة حديثة للسوق. وأيضا مؤخرا سوق الحميدية الأحمدية عفوا تم البدء بالعمل على ترميمه، وهذا السوق يتألف من 40 من 20 محل عفوا بطول 40 متر. هذه الصور توثق لنا البدايات الآن لهذا السوق المهم. أريد أن أختتم محاضرتي الحقيقة بعدد من النتائج والتوصيات. ما استوقفني خلال دراستي وبحثي ومن خلال المشروع الذي أشرت إليه في محاضرتي، أن هناك لم أجد معايير واضحة يعني أو معايير ثابتة في اختيار المباني، فاختلفت من مبنى لآخر. هناك طبعا كما تعرفون هناك معايير اجتماعية أو دينية، ولكن وجدنا على سبيل المثال تم التركيز على الجامع الأموي، بالطبع له أهمية دينية وأيضا تاريخية ورمزية كما ذكرت. أيضا موضوع السوق السقطية كان فيه تجربة أو محاولة لإحياء الذاكرة المجتمعية، وهذا أمر طبعا في غاية الأهمية، ولكن لم أجد معايير ثابتة. على سبيل المثال هذه الصورة التقطتها في سوق الزرب، فبعض الحالات كانت يعني يمكن أن نقول من الناحية اختيار عشوائي. فهنا مثلا نجد في سوق الزرب مبنى محل عفوا تم ترميمه، لكن المحل الآخر لم يتم ترميمه، ولذلك من الصعب جدا أن ترمم محل دون آخر. فيجب أن نفكر عندما نضع خطة أن يكون هناك مخطط استراتيجي شامل للسوق بأكمله. فهنا بعض الحالات التي استوقفتني أيضا. أيضا بالطبع يعني في بعض الحالات في أعمال الترميم جرى التركيز على المعايير الدولية، وخاصة لاحظنا ذلك في الجامع الأموي وفي السوق السقطية، ولكن هناك بعض المشروعات أخرى. بالطبع أنا لم أستعرض كل الحالات يعني المشروعات لأنه يعني لن يكفينا الوقت، ولكن وجدت بعض السلبيات لبعض المشروعات الصغيرة. وأيضا لذلك يعني لابد أن يكون هناك في أعمال الترميم الاطلاع على تجارب دولية والاستفادة منها في ذلك. ذكرت في حديثي أيضا ولاحظت هذا واقع، هناك نقص واضح في موضوع الكوادر الهندسية والفنية والخبرات. الكثير من الخبراء والفنيين وحتى العمال غادروا مدينة حلب أو انتقلوا إلى مدن أخرى أو دول أخرى للأسف، فلذلك هناك نقص واضح. فهذا النقص وهذا الدمار انعكس سلبا على الهوية العمرانية، فأيضا أثر على المجتمع المحلي. لذلك يعني نحن عندما نتحدث أو عندما أنا أتحدث عن مدينة حلب، هناك كم من الذكريات، ذكريات الطفولة، ذكرياتي في السوق، ذكرياتي في الجامع الأموي، ولكن هناك الآن جيل قادم أو بدأ يعني يظهر أجيال أو جيل الآن بداية يعني لا يملك أي رابط. يعني أتكلم عن الجيل الذي غادر مدينة حلب، طبعا يعيش خارج مدينة حلب، لا يملك أي رصيد من الذكريات أو المشاعر، وهذا أمر مخيف. يعني إذا أردت أن أنتقل أخيرا إلى التوصيات في نهاية محاضرتي، هناك الحقيقة أنا فصلت التوصيات. هناك ما هو موجه إلى مديرية الآثار والمتاحف على سبيل المثال، كما أشرت يجب أن يكون هناك خطة أولية وشاملة لإعادة إحياء مدينة حلب القديمة، ولا يقتصر عملية الترميم على مبنى دون آخر، يجب أن يكون دراسة شاملة. أيضا تحتاج مدينة حلب إلى أرشيف مركزي، هذا الأرشيف يمكن أن يكون بأكثر من لغة وأن يكون على شكل رقمي، ويمكن أن يستفيد منه الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه وغيره. بالطبع بالنسبة إلى توصيات المنظمات الدولية، هناك دورات تدريبية كما ذكرت، قامت أغا خان ببعض الدورات، واليونسكو أيضا قامت بدورة ترميمية، وحتى في مدينة حلب نقابة المهندسين أيضا مشكورة قبل عامين أيضا شاركت نظمت عدد من الدورات، وهذه إحدى الدورات التي كان لي شرف الحضور.
موضوع آخر الحقيقة استوقفني وأنا بمدينة اسطنبول أثناء جولاتي في بعض المدن التركية. كثير من العمال أو البنائين نسميهم نحن بالعامية الأسطى الحجار الأسطى، معظمهم من سوريا ومدينة حلب، الآن هم في تركيا يعملون في عنتاب أو في كونيا. فلذلك نحن بحاجة إلى تدريب الشباب المغتربين أو تشجيعهم وخلق فرص عمل لحثهم على العودة إلى الوطن والمشاركة في إعادة الإعمار. بالنسبة إلى الحكومة السورية بعض التوصيات، وخاصة موضوع هناك نحن بحاجة إلى دراسة القرارات الحكومية والمراسيم المرتبطة في ضابطة البناء، ويجب إجراء القيام بتعديلات في النظام العمراني أو الصفات العمرانية لما مرحلة ما بعد الحرب. أيضا يجب أن نشجع أن يكون هناك تسهيلات وقروض، تأمين قروض وتسهيلات في البيوت المتضررة. هنا على سبيل المثال هذا الشخص قام بترميم المحل التجاري فقط، ولكن حتى قمت اصطحبني بداره ووجدت أن البيت متهدم بالكامل ولا يوجد لديه الإمكانية لترميم بيته. أيضا نحن بحاجة لتأمين مناخ مناسب لعودة الخبراء والمختصين. لذلك هنا أيضا لاحظت هناك بعض الحرفيين الذين يعملون بمهارة في مدينة حلب، ولكن نحتاج إلى إضافة هذا العدد بالطبع، لأن مدينة حلب بحاجة إلى خبراتهم. شكرا جزيلا لإصغائكم، وأتمنى أن تكون هذه المحاضرة كان فيها الفائدة. شكرا لكم. عندنا السؤال الأول، هل يتم التقيد باستخدام المواد والتقنية الفنية اللازمة لترميم المباني التاريخية المدمرة نتيجة الحرب على كثرتها والحفاظ على هويتها وموادها بمدينة حلب حسب علمكم؟ بالطبع يعني أشرت أن بعض المباني هناك التزام إلى حد ما في موضوع استخدام المواد التقليدية في أعمال الترميم، ولكن صراحة لا أستطيع أن أقول بأن جميع المباني التي يتم ترميمها حاليا يعني تتم باستخدام المواد التقليدية. للأسف هناك تعديات في بعض المشروعات بمدينة حلب. هل يوجد هنالك تقنيات خاصة بمدينة حلب في عمليات الترميم بعيدا عن النظريات التي تم استخدامها في العصور السابقة؟ يعني تقنيات خاصة بالطبع، يعني حلب تتميز مدينة حلب بالاعتماد على الحجارة بالمناسبة، لأن مدينة حلب يعني تنتشر فيها الحجارة بكثرة. فلذلك يعني كان في مدينة حلب الكثير من البهرة البنائين المتخصصين في أعمال الحجارة، ولا يزال بالمناسبة. وهناك كما ذكرت من خلال الدورات جيل جديد يعني يدعو إلى الأمل بأعمال التقنيات الخاصة. هناك طريقة التسقيف يستخدم في مدينة حلب خاصة، وجدناها في الأسواق وبعض البيوت، تسمى طريقة الأقبية المتقاطعة، تم استخدام هذا الأسلوب وهو يعني يرتبط بمدينة حلب. وأيضا الحرفية، يعني نلاحظ بمدينة حلب من الأمور التي تستوقفنا، وكما ذكرت لكم طريقة معالجة الحجارة وتزييناتها. فكثير من التزيينات وخاصة هذه التزيينات الحجرية واستخدام أشكال نباتية، وخاصة هذه التزيينات فوق النوافذ والأبواب، تم تزيين الواجهات الداخلية المطلة على الأفنية أو حتى في الجوامع. فهذه من التقنيات التي نلاحظ كيف استطاع المعمار أو البناء الحلبي أن يتعامل بفنية وبحس مرهف مع الحجارة الصماء، واستطاع أن يدخل بعض التزيينات والنقائش والأشكال الهندسية. سؤال أيضا، ما هي الخطة القادمة لكم بعد عمل هذه الدراسات؟ سؤال جميل في الحقيقة. يعني الآن بعد أن قمت بتوثيق 50 حالة، طبعا أولا أتطلع، وبعد أن صدرت هذه الدراسة على شكل كتاب كما ذكرت ب3 لغات، أتطلع أن أوظف هذه الدراسة على شكل موقع إلكتروني. عندما تذكرت أنا قبل قليل موضوع الأرشيف الإلكتروني، أيضا
وهذا سيسهل عملية الوصول لتلك المخططات والمعلومات. نحن عندما درسنا أي معلم كان لدينا أشبه ببطاقة مبنى، فكل حالة كان هناك وصف تاريخي ووصف للوضع الراهن مع الاعتماد على المخططات الهندسية قبل وبعد، بالإضافة أيضا إلى الصور. فلذلك أتطلع إلى أمرين، الأمر الأول أتطلع إلى الاستمرار في هذا العمل لمجموعة أخرى من المباني. المرحلة الموضوع الآخر أتمنى، وطبعا هذا الأمر يحتاج إلى دعم وتمويل، أن أوظف هذا المشروع ليكون موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه والاستفادة منه. أيضا سؤال يتقدم بالشكر لحضرتكم على الإطراء الجميل، والسؤال يقول هل من الأفضل إظهار الأجهزة المرممة حيث يتضح للزائرين ما هو حديث وما هو موجود منذ بدء بناء المبنى؟ من الأفضل ترميم المبنى ليعود كما هو طبق الأصل؟ يعني بالطبع عندما ذكرت قبل قليل أيضا هذا السؤال جدا مهم، يعني ضمن معايير الترميم عندما نقوم بترميم معلم ما يجب أن نلاحظ الفرق بين الأجزاء الأساسية والأجزاء الحديثة. فهذا الأمر في الحقيقة وجدته في مئذنة الجامع الأموي الآن قيد التشييد كما لاحظتم من خلال الصور، فهناك بعض الحجارة الأساسية تم توظيفها ووضعها بشكل بمكانها السابق، ولكن هناك أجزاء جديدة تمت إضافتها. فبالطبع تلاحظ يعني الفرق بين الحجر الجديد والحجر القديم الأساسي، تجد الفرق باللون، ويجب أن نميز بالمناسبة، يعني يجب أن نميز عندما نزور معلم تم ترميمه، يجب أن نلاحظ بصرياً بدون عملية تشويه طبعا، يجب أن نلاحظ بصريا الفرق بين الأجزاء الأساسية والأجزاء التي تم استكمال الأجزاء المتهدمة من هذا المعلم. إذن السؤال الأخير تقدم الشكر أيضا لحضرتك على المحاضرة، ويود التعرف الضيف على كيفية الحصول على كتابكم الخاص بمدينة حلب، وعلما بأن مشروعهم كان في 94 لحانة حلب. 94 ما آخر سؤال أسأل. كيف يمكن الحصول على كتاب حضرتكم؟ الله يسلمك. نعم الحقيقة الكتاب يعني صدر حديثا، إلى الآن كثير من الأصدقاء يسألون عن آلية الحصول على هذا الكتاب. لم يعني المرحلة القادمة إيميلي موجود طبعا حاليا، ولكن الكتاب الآن طبع حديثا وغير متوفر مبدئيا بالمكتبات. أنا الحقيقة أنوي أن أقوم بعملية نسخ هذا الكتاب بلغاته الثلاث العربية والتركية والإنجليزية على شكل PDF، وسأجعله متاح لاحقا، لكن الكتاب حاليا للأسف لم يعني غير متوفر في الأسواق حاليا. شكرا لكم دكتور على هذه المحاضرة. شكرا جزيلا لكم على دعوتكم الكريمة، وعلى أمل اللقاء في مناسبات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم ولجميع الأصدقاء والأساتذة الذين تابعوا هذه المحاضرة. شكرا لكم. شكرا.